مشاهدين على شاشة قناة تانية، صباح الخير وأهلا بحضراتكم. حلقة جديدة وشباب على الهواء. النهاردة حلقتنا بنعيد فيها على كل المسيحيين في مصر، على كل المصريين كمان، بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الميلاد. الحقيقة بتبقى روح جميلة جدا لما بنتشارك في الأعياد سواء كانت إسلامية أو مسيحية. في الآخر بنحس إن إحنا كلنا وطن واحد وولاد أرض واحدة. فالنهاردة هيكون معانا فريق ترانيم المحبة، والحقيقة إنه يعني من الحاجات الجميلة اللي بيعملها التلفزيون المصري إنه بيكون حريص إنه يقدم الاحتفال بشكل يتناسب مع العادات اللي يعني العادات المصاحبة لهذا العيد. النهاردة زي ما قلت هيكون معانا فريق ترانيم، وهندردش شوية عن العادات والتقاليد الخاصة بعيد الميلاد عند المصريين. قبل بس ما نطلع للفاصل اللي جاي، عايزة أفكر حضراتكم إن إحنا أنا أسف إن إحنا مازلنا في الكورونا، والكورونا الحقيقة بتجتاح العالم، الأوميكرون بشكل مش طبيعي. بنسمع عن أعداد رهيبة بتصاب. الحاجات اللي في إيدينا إن إحنا نعملها هي التطعيم والكمامة والتعقيم بقدر الإمكان والتباعد. دي الحاجات اللي في إيدينا نعملها، وبعد كده بقى ندعي ربنا إنه ربنا يحفظنا ويحمينا ويعدي الوقت الصعب ده علينا كلنا على خير. هنخرج فاصل وبعدها نقابل حضراتكم مرة تانية في الاستوديو. ان شاء الله سنه سعيده على شعب مصر كله وعلينا كلنا، وتبقى جايه بالخير وكل حاجه حلوه. يعني اتمنى ان شاء الله تكون سنه سعيده علينا وعلى المصريين وعلى كل الامه الاسلاميه والعالم اجمع، والوباء اللي احنا فيه ده ربنا يكرمنا وينتهي باذن الله ونرجع تاني في الاستقرار، وسنه جديده سعيده علينا وعلى الجميع ان شاء الله. يعني انا بتمنى المصريين كلهم اللي هم يعيشوا في سعاده، وسنه سعيده ان شاء الله على المصريين. كل سنه وهم طيبين، وربنا يا رب يحقق كل اللي نيته خير هيعملها. ربنا يجعل السنه دي فتحه خير على الجميع، وكل سنه واخواتنا الاقباط بخير. زي ما قلت ان احنا النهارده بنحتفل باعياد الميلاد من خلال شاشه القناه الثانيه، وعايزه اقول انه الاحتفالات الحقيقه بيبقى ليها مظاهر مبهجه جدا بنشوفها كلنا، والشجره بتاعه الكريسماس وبابا نويل، حاجات الحقيقه مش بس بتفرح الأطفال لكن كمان بتفرح الكبار. معانا النهاردة فريق ترانيم الحياة ومشرفينا. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. عايزة ابتدي بس اعرفكم للناس القس مينا رفعت. اهلا وسهلا. وهستاذن بقى الشباب، كل واحد هيقول لي اسمه وانا هعيده تاني عشان معكوش مايكات، فهعيد الاسامي مرة تانية. مارتن فنجري، صح؟ اهلا وسهلا. ومنار، اهلا بيك يا منار. ميرنا مين؟ انتي ميرنا. جوليانا اوديت مارتين. والشباب هنا؟ مارتن صن تدرس جمال. تدرس، اهلا بيك يا تدرس. انا عايزه بس اسال، احنا يعني في الاعياد الحقيقه بيبقى فيه كده تقاليد معينه لازم بنعملها، نزور اهالينا، نروح الـ الكنيسه، نروح الجامع، في حاجات بتبقى تقاليد. عايز اعرف تقاليد عيد الميلاد بتكون ايه؟ تقاليد عيد الميلاد اولا بيبقى قبله راس السنه، فبيبقى الشجره ده حاجه اساسيه. والتجمعات في الكنيسه يعني قبل البيت كمان بنبتدي، احنا بنحتفل احتفالنا بالميلاد بيبدا من الكنيسه. بعد كده تجمعاتنا في البيوت، تجمعاتنا مع اصحابنا، بس اكتر وقت بيبقى في الكنيسه، داخل الكنيسه. وفي الشجره وبابا نويل، ده طبيعي، دي حاجات اساسيه مش اساسي. ويوم العيد بقى، اليوم نفسه بيبقى فيه ايه؟ يوم العيد بنبدا احتفالنا الصبح برضو في الكنيسه مع بعض كلنا، بيبقى وقت بنتجمع فيه مجموعات كبيره مع بعض، الشباب والاهالي والاسر كلها. بنتجمع مع بعض، بنبدا يومنا باحتفالنا في الكنيسه. اوكي. مع بعض، وبعد كده بنبتدي نتحرك مع بعض كشباب، وبعدين ممكن على اخر اليوم كل واحد يرجع للبيت بقى خلاص. على اخر احنا خدنا وقتنا. مش عايزه ابني يسمعكم عشان يجي يتغدى معايا في ملايين.
طب خلينا نبتدي نسمع حاجة كده من الترانيم اللي انتوا محضرينها للعيد. اتجسدت وجيت لينا نورك نور اراضينا يا عجيب، وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئة نرفع راية نجيلك يا عجيب. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا نورك نور اراضينا يا عجيب، وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئة نرفع راية نجيلك يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا الأبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبا الأبدي يا رئيس السلام. انت الله المتجسد والماسي المتبجد والخليقة بتردد يا عجيب. انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم فيك الحب والنغم يا عجيب. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد والخليقه بتردد يا عجيب. انت مشتاق الامم فيك الامن والنعم فيك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا اله يا قدير يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أمل أبدي يا رئيس السلام. هللويا هللويا هللويا. تسبح للرب على وتعالى مع الفرحة قلبي هيغني للمقدير. حتى الصعبة غني يا نفسي للمغير بعلن إيماني شايف إلهي للسلطان للسلطان ومن أمامي ينقل جبالي بالإيمان بالإيمان. أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا. أنا أفرح وأهتف مجدا ليك مجدا مجدا ليك. هللويا 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 هللويا. بعلن يسوع ملك واحد على كل حياتي قلبي هيغني للمسيح وبصوت الحمد راح اشهله تثبت صلاتي. غني يا نفسي للمسيح عمري وحياتي كل أهدافي للمسيح للمسيح. واليوم مجيئه هستنى أشوفه في الأمجاد في الأمجاد. أنا فرح وهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. أنا فرح وهتف مجدا ليك مجدا ليك مجدا ليك. هللويا 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 هللويا. الله الله جميلة الترانيم. بتتدربوا قد ايه؟ بيبقى لنا تدريب اسبوعي، تدريب مرة في الاسبوع. غير انه اكتر الترانيمات معروفة لكن تدريباتنا مع بعض لازم تبقى بشكل دايم. بتقعد قد ايه المرة يعني تدربوا ساعة ساعتين؟ ممكن من ساعة لاتنين من ساعة لاتنين. بتتعبوا بقى يا شباب في الترانيم في البروفات. مين معاه مايك؟ منار معاكي مايك مش كده؟ قولي لي انتوا اما بتروحوا يعني تبتدوا التدريبات او كده بيبقى عندكم جدول مثلا مجهزين هتتدربوا على ايه ولا بتبقى كلها حاجات جديده؟ هو لو مناسبه بنختار دايما الترانيم اللي هي تليق مع المناسبه او كده. لكن عاده بتكون ترانيم معروفه الا طبعا لو في حاجه جديده بنعمل لها بقى جدول وازاي نحفظها نرنمها. بالك قد ايه بتضربي درامز؟
تلعبي درامز؟ يعني في بداية 2021 بس يعني سنة أو سنة سنة أو مع الكلية مع دخول الكلية. ويعني أنا شايفة أن أنت يعني شاطرة، يعني عرفتي بسرعة تتعلمي. أو أنا أصلا في كلية تربية موسيقية، فعشان كده ده بيساعدني شوية. تمام. طيب عايزة بس يعني لو احنا هنقول مثلا انه الشباب بيتجمعوا او بيبقى فيه حاجات معينة بتتعمل، ولا بس مجرد ترفيه بينهم بين بعض بيخرجوا ولا بيكون فيه مثلا صلوات معينة بتتقال، بتعملوا ايه؟ بعد احتفال العيد يعني بيبقى الاحتفال الصبح في العيد، الفريق اكتر المجموعة دي بتبقى في الفريق بتاع التسبيح برضو في الكنيسة. بنتجمع مع بعض، لان احنا كمان علاقتنا ببعض بعيد عن الفريق كويسة، فبنتجمع مع بعض وقت الاجتماع ده اهم حاجة. بعد كده بنقعد مع بعض بنبتدي نرتب يومنا، لو هنخرج، لو هنتحرك، لو ممكن حد في المجموعة مش موجود ممكن نروح له. يبقى طول الوقت احنا بيبقى اليوم كله مع بعض، من بدايته لنهايته اليوم بنبقى كلنا مع بعض. الصلوات بتبقى في بداية اليوم، واكتر وقتنا بنبقى ممكن نتحرك ونرجع تاني على الكنيسة. جميل. طيب ممكن نسمع حاجة تانية؟ ممكن نسمع حاجة انه ليه كل الغنى عالكون ضاري، مش حد عادي اللي ما يحد مكانه، اللي ليه كل السلطان يبقى لي شابه الانسان من قلبه راضي، مش حد عادي مش حد عادي اللي ما يحد مكانه، اللي ليه كل السلطان يبقى لي شابه الانسان من قلبه راضي، ودي مش حكايه كلها بيها ننادي عشان نسكت بيها طفل ويبقى هادي، لكن دي قصه الاغراض انه حتى ميلاده كان ميلاد مش حد عادي، ودي مش حكاية كل عندي هننادي عشان نسكت بيها طفل ويبقى هادي، لكن دي قصة إلى أراد إنه يجينا في المعاد حتى ميلاده كان ميلاد مش حد عادي، مش حد عادي اللي الملايكة بتمدحوا يوم ميلاده تسبحوا ويروحوا للراعي يشرحوا بأنه الفادي، مش حد عادي اللي اسمه يكون دليل انه جاي عشان يشيل خطايا جيل من بعد جيل بقرار يراضي، مش حد عادي اللي الملايكة بتمدحوا ميلاده تسبحوا ويروحوا للراعي يشرحوا بأنه الفادي، مش حد عادي اللي اسمه يكون دليل انه جاي عشان يشيل خطايا جيل من بعد جيل بقرار إرادي، ودي مش حكاية كل عام بيها ننادي عشان نسكت بيها طفل ويبقى هادي، لكن دي قصة الأراضي انه يجينا في المعاد حتى ميلاده كان ميلاد مش حد عادي، ودي مش حكاية كل عام بيها ننادي عشان نسكت بيها طفل وبادي،
لكن دي قصتي لو أراد إنه يجينا في الميعاد حتى ميلاده كان ميلاد مش حد عادي ميلادك ربي مش قصة وخلاص ده بميلادك ربي أنا ليا خلاص ميلادك ربي مش قصة وخلاص ده بميلادك ربي أنا ليا خلاص خد لي خطواتي وغير لي حياتي وقبلني ربي ابني ليك يوم الميلاد يوم قلبي ليك عدو نادى بملكك عليه مجدك فيا يكون ولا غيرك في الكون يستحق اني اسجد ليك يوم الميلاد يوم قلبي ليك عدو نادى بملكك عليه مجدك فيا يكون ولا غيرك في الكون يستحق اني اسجد ليك ميلادك ربي مش قصة وخلاص ده بميلادك ربي أنا ليا خلاص ميلادك ربي مش قصة وخلاص ده بميلادك ربي أنا ليا خلاص خدني خطواتي وغير لي حياتي وقبلني ربي ابني لي محتاج أقابلك وتغير اللي قبلك كان تايه وانت مش معاه ساعدني يا ربي اروي لي قلبي أنا محتاج لماء الحياة محتاج أقابلك وتغير اللي قبلك كان تايه وانت مش معاه ساعدني يا ربي اروي لي قلبي انا محتاج لماء الحياة وارجع اهتف باعلى صوت وانا بيك يا يسوع مبسوط وارجع اهتف باعلى صوت وانا بيك يا يسوع مبسوط انت هتكون يا خالي الكون الملك الوحيد لقلبي يوم الميلاد يوم قلبي ليك عدو نادى بملكك عليه مجدك فيا يكون ولا غيرك في الكون يستحق اني اسجد ليه يوم الميلاد يوم قلبي ليك عدو نادى بملكك عليه مجدك فيا يكون ولا غيرك في الكون يستحق اني اسجد ليه جميله طيب ناردين وأودات صح انتوا اخوات مش كده شكلكم باين انكم اخوات قولوا لي بقى بتعملوا ايه في العيد غير الصحاب يعني في ايه تاني بنروح الكنيسة بيكون في برنامج في الكنيسة وبعد كده بنحتفل بقى الأسرة أخبار العيلة إيه؟ مش سامعة سيرة العيلة خالص في الموضوع لا بنكون مع بعض يعني بنحتفل مع بعض هو عشان أنتوا إخوات فممكن خلاص بتعدي وكده مش كده بتدرسوا إيه؟ أنا تربية رياضية تربية موسيقية هو ممكن المايك ده بتهيالي يشتغل يعني ممكن نديه كده للشباب كده عشان اتعرف عليهم بس طيب برضو عرفيني بنفسك الاسم وبتعملي ايه بتدرسي ايه ميرنا عماد خريجة فنون تطبيقية قسم طباعة منسوجات قسم ايه؟ طباعة منسوجات فنانة يعني بقالك قد ايه بتتدربي مع الفريق؟ وقت كبير قوي يعني تقريبا شهر انا حسيتها لا الفريق لا وقت كبير قوي الفريق سوا احنا من كنايس مختلفة فبس طايفة واحنا فاحنا اتجمعنا مع بعض علشان بس شهر قليل برضو يعني ما تاخديهاش انها فترة كبيرة بس احنا كده عارفين بعض من قبل ما تتجمعوا في الفريق طيب برضو معلش تقولي لي الاسم تاني وبتدرسي ايه جوليانا امير
جوليانا. تدرسي ايه جوليانا؟ خدمه اجتماعيه. خدمه اجتماعيه. علي صوتك سنه ممكن او قربي المايك شويه. بقالك قد ايه في الترانيم يعني مع المجموعه؟ برضو مده طويله، شهر ولا اقل من كده ولا ايه؟ لا من شهر. من شهر برضو. كلهم متجمعين من شهر؟ اه كل فريق جمع من شهر. طب متدربين كل ده؟ لا ما هو قبل كده كل مجموعه في فريق. في فريق. اوكي. تعملي ايه في العيد برضو؟ نفس ال... طيب خلينا نشوف الشباب يمكن عندهم حاجه مختلفه في العيد شويه. مارتن صح؟ مارتن. تدرس ايه؟ في تجاره انجلش. قولي انت عملت يعني في اختلاف العيد ده عن العيد السنه اللي فاتت؟ العيد السنه اللي فاتت كان كورونا، كنا في عز الكورونا. هو ده الاختلاف بقى ان العيد شويه يعني عرفنا نخرج ننزل الكنيسه. الحاجات دي بتفرق جدا طبعا. الكنيسه شغاله و بتعمل ايه بقى في العيد؟ هو البرنامج واحد عامة. انتوا لازم كلكم مع بعض؟ يعني مفيش يعني محدش احنا كل واحد كل حد فينا في كنيسته في فريق. فاحنا لازم نبقى موجودين في الكنيسة عشان الاجتماع وحفلة العيد وحفلة رأس السنة. فبيبقى وقت العيد قبلها بحبة بيبقى كله تدريبات شوية. بنحضر لحاجات معينة هنعملها في الحفلة. في كل ده يعني هو ده بيبقى برنامجنا، هو ده ايام العيد بتاعتنا. بتعزف الجيتار بقالك قد ايه؟ تقريبا 5 سنين او اكتر، حاجه بسيطه يعني مش فاكر بالظبط. حلو قوي. طيب ممكن نودي المايك للمحيادي برضو. الشباب هنا عايز تفكروني بالاسامي تاني. مارتن. عندنا 2 مارتن. تمام. بقالك قد ايه برضو؟ شهر في هنا في المجموعه دي. احنا شهر لكن بس قبل كده. بقالي 5 سنين. 5 سنين. التدريب في الكنيسه برضو بيكون مره في الاسبوع ولا بيبقى اكتر؟ مره في الاسبوع، ولو في حفلات بيبقى مرتين في الاسبوع. الاسم؟ تدرس. بتدرس ايه؟ انا كليه علوم قسم فيزياء كيمياء. صعب ده. يعني كلهم حاجات كده لطيفه و... انا اللي بعدت شويه. انت علوم فيزياء يعني. طيب قد ايه يعني الوقت هل بيبقى صعب انك توفق بين دراستك وبين انك تتدرب على الترانيم لا خالص. يعني انا الكلية بخلص فبحاول اوفق ميعاد، مثلا لو في تدريبات بوفق مع الفريق المجموعة ان احنا يبقى تدريبنا مثلا بعد ميعاد الكلية بشوية. فبقدر ان انا اوفق ما بين ده وده. بتظبطوا المواعيد مع بالزبط. بعض. بقى لك قد ايه؟ كم يعني في الفريق الاساسي؟ الفريق الاساسي بتاع 6-7 سنين كده. طيب قبل بقى ما نختم، لان احنا خلاص وقتنا تقريبا خلاص، فانا هختم. انا عايزه اشكر بس مشاهدينا على المتابعه، وهسيبكم بقى نختم مع الترانيم وفريق ترانيم الحياه. نختم بحاجه بقى منكم. احنا حابين نختم لانه المسيح زار مصر، فحابين نختم بحاجه عن مصر في الله. حلوه قوي. اتفضل. وعدك من سنين خيرك أكيد، لأنك إله صادق أمين. مبارك شعبي مصر، ده وعدك من سنين خيرك أكيد، لأنك إله صادق أمين. تيجي بغناك وتملى بيوت المحرومين، وفيد النيل ويروي جموع العطشانين. تيجي بغناك وتملى بيوت المحرومين، وفيد النيل ويروي جموع
عطشانين.